السلام عليكم لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. دابا كنصوركم من مدينه سخريوكا، من الشجر ديال الدار ديالنا ديال بابا وماما، باش تشوفوا معايا كيفاش دايره الدنيا هنايا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا الجو مغيم، شتي والحمد لله طاحت، الله يجعلها على قدر النفع. ايوا ها نتوما كتشوفوا الزويتينات اللي عندنا قدام الدار، ها هما. واخا الزيتون هاد العام قليل شويه، ماشي بحال العام اللي فات، ولكن مزيان. هنايا واحد المدرسه كاينه مقابله معانا، ها نتوما كيصلحوا كيزيدوا الاقسام. ايوا ها هي الزنقه ديالنا، ها هي اوكلا. هنايا لي زامي غادي ندير لكم واحد الجوله في مدينه خريبكة. هاد البلاصه تتسمى الفيلاج. هانتوما بلاصه زوينه نقيه، فيها الفيلات كيف ما كتشوفوا. هانتوما هنايا كانت واحد البنت صاحبتي ساكنه، ياك بابا هذيك اللي كانت كتريني معايا، ما عرفتش كانت ساكنه في هاد الفيلا هادي، كنت كنجي عندها نمشيو نترينيو جيمناستيك. ها انتما هاد الفيلات هادو صلحوهم ياك بابا؟ هادو دابا المكتب الشريف للفوسفات اللي كان كيعطيه للبيرسونيل ديالو تيسكنو فيه، ولكن من بعد ولا كيبيعو ليهم. دور على الليمن، دور على الليمن باش ندير الجولة ديالي. هي بشوية عشان هاد الفيلا هادي شكل دايرة واعر، هادي كبيرة بزاف، جوج ملاصقين، داكشي علاش كبيرة. زيد شوية، زيد شوية بسرعة. هاد الحي هذا نقي تيعجبني، حيت كان من عهد الاستعمار ديال فرنسا، هو كاين هاد الحي، ناس ديال الفرنسيين هما لي صوبوه ياك. قادو مزيان، كانوا نصارعو ماني ساكنين، ممنوع شي واحد يدخل من شي نصارع بوحدي. دايرين الحساسة هونيك صراحة المعمار ديالها معمار فرنسي، ماشي بحال المدن المغربية، هداك القرمود وداكشي بحال ستيل ديال أوروبا. إذا دابا علاش غتخلي نمشي؟ هانتوما شوفو الخضورية، الدنيا زوينة هنايا بزاف، والو يمكن. ها انتما شوفوا شوفوا الجريدات اللي كاينين هنايا، هنايا صراحة تم الفيلا اللي الباقي اللي بغا يشري هنايا. هاد لا فونتين هادي اللي اون فاس كيتصور وحدها العروسات، كتكون شاعلة في الصيف. هاد الجردة هادي ديما تنجيو تنجلسو فيها في الصيف، كيكون كتكون عامرة ومغربية بزيان، حيت هنا تيكون الجو سخون في مدينة خريبكة في الصيف. هاد الجريدة هادي هنا فين تنجيو نجلسو، زوينة هاد الجردة كتعجبني. غنوريكم لا فونتين دابا اللي كيتصور وحدها العروسات، هادي كتكون شاعله بالضوا فاهمه. هنا كاين السبيطار ياك الشيخ زايد، كان شحال هادي السبيطار ديال الوسطي، ولكن دابا ولا الشيخ زايد. دابا الدور على هنايا،
هذه هي القنطره هنايا. كنا شحال هادشي نقولوا ليه زلاليك والطنوبيلات. انا خويا امين، تحيه ليك امين لهاد الفيديو هذا. هذا السونتر ديال خريبكا هنايا المدينه. ها هي هنايا الذهبيه، كاينه قصريه ديال الذهب هنايا. هذا السونتر فيل، كاين واحد الساحة هنا. وهذيك الساعة الشهيرة ديال مدينة خريبكا، كل مرة كيبدلوا ليها الديكور. كانت زوينة شحال هادي، كل مرة تيبدلو ليها الديكور. ما عرفتش علاش هاد القرد الفلاح. إوا هادي هي الساعة ديالنا اللي معروفة بها مدينة خريبكا. هيا تاهي كتكون زوينة في الليل. الوغ هنايا لي زامي مشينا ضربنا دوره هنايا في المدينه في سونتر فيل. هاد الشارع هذا ولي تيقولوا لي شارع شوفوني هانتوما، ولا خاوي مبقاش كيف ما شحال هادي، مبقاوش كيحطوا هنايا مالي الكراش، حيدوا داكشي كامل، ولاو كاملين مجموعين في واحد السوق نموذجي حدا مرجان. اما هنايا ولا الدنيا خاويه الصراحه، دابا الطوموبيلات يمكن ليهم يدوزوا بكل سهوله كما كتشوفوا. هنايا ضربنا دوره، كنا كنتمشاو، كان هنايا المحلات ديال الذهب هما. انا غادي ندوز نوريكم بعض الموديلات، ولكن ما كاينش الوقت باش نصور لكم بزاف باش تاخذوا فكره. هنايا صراحه انا تعجبني نتقدى الذهب ديالي من خريبكا، كيكونوا اشكال زوينين بزاف. مهم ها هما بعد. هنايا صراحه هذا الشيء ما باينش بزاف حيت ما حاولش انا نبين لكم موديل بار موديل. هذه الساحه ديال وسط المدينه حتى هي ولات خاويه، ما بقاوش الباع المتجولين فيها. هذا اقدم باتيسري في خريبكا اللي عقلت على راسي وانا كنشوفو. كانت الدنيا كتكون عامرة، ولكن عاوتاني القضاء راه واجد لوان. غادي نمشيو دابا لعند واحد المحل اللي كيبيع البيجامات زوينين. هما في الحقيقة كاينين جوج ديال المحلات اللي كيعجبني، عندهم الصلاة ديالهم زوينة بزاف وكاليتي و فغيمون صبن ورد. راه كاينين هنايا كاينه هنا هاد القصرية هادي كتبقى غادي نيشان، تلقى واحد المحل ديال البيجامات على الراسات. هذه القصريه الداخله كتكون على اليمين، ما كتدخلش ليها غادي نيشان، حتى كيبان لك واحد المحل واحد القصريه على اليسار. هنايا وصلنا لديك القصريه اللي قلت لكم، ها هي هذه الدخله ديالها. فاش كتدخلوا كيبانوا لك البيجامات في المحل هذا الاولاني معلقين. كاينين موديلات زوينين بزاف، عجبوني جوج ديال الموديلات اللي غادي نوريهم لكم دابا. هاهما الموديل الاول هو هذا اللي فيه الكفتة، هو كيبان فيه الكفتة. والموديل الثاني اللي عجبني هو داك اللي فيه تريكو مخطط فيه مربعات الكحل والبيض، ولكن للأسف ملقيتش العطل ديالي. الثمن ديالهم بجوج 5800 زعما الوحده، ولكن بطبيعه الحال خاص الواحد يتاوى على راسو ماشي بخيفيكس. شوفوا عفاكم الساعه ديال خريبكا في الليل كيفاش كتبان، انا صورتها لكم هنايا في هذا الفيديو هادي اللي جاتكم. فوالا
فوالا، هذه هي النهايه ديال البلوغ ديالي. كنتمنى يكون عجبكم وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وانتظروني ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا شكرا بزاف، مع السلامه.